شالت حايل، إذا أنها موجودة معك الكلمات. والله ما بالي الكلمات موجودة شالت حايل، لكن إذا أنك حافظ. لكن ببداية مساء لأبوي تاج راسي الشاعر عبد الرحمن عمر التميمي. نعم. أكيد أنه عدوي بيتابعنا. أول مشاركة لي كانت كنت ناجح من سادس ابتدائي بالعطلة الصيفية، كان أنا والمنشدين الأساتذة حمد ضبعان وعيد السود، كنا مشاركين بحايل بحفل بحايل حق الشباب اللي بحديقة السلام، وكانت هي أول مشاركة لي، أول مشاركة حفل باسم ريان البكري. فكان فيه عمل أول مرة أطلع به، هو اللي ضرب العملها، هو العمل ضرب، هي قصيدة للوالد بعنوان دروس الزمن اللي يقول ولله در الوقت لله دره كم واحد درسه وقته وقره منظور درسه للعيون المضره مسموع شرح على الأذان المصمة أحفظ درسه لا علي مر مرة أحفظه مع مر الأيام منسى. الله طبعا هي طويلة لكن الله من حفظ الناس هذه انتشرت خبر أيام الدمعة. أيوة الأيام هذه أيوة. الأيام هذه كانت قديمة قديمة بحال يمكن لا فوق الحين فوق 10 سنين يا الله أكثر أكثر أكثر, 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 أكثر فوق 10 سنين لا أكثر بس بالضبط والله ما أيام البلوتوث ايوه ايام الباندا والدمعة 12 حتى كان الصوت صغير يمكن كنت كوت يوم لو ايش دقات كنت متعلق على الكرسي حتى ما نجي زي الناس متربى. كانت هذه اول شيلة لي، اول مشاركة لي او اول طلعة لي يا حبيبي.